عندي مقولة أخيرة إلى جميع من ينتقد شعائر الحسين، بأن من أسس شعائر الحسين هو رسول الله وفاطمة الزهراء، فليتذكروا تلك الواقعة التي يقول فيها رسول الله لفاطمة الزهراء: إن ولدك هذا سيقتل، فتبكي ويقول لها: لا تحزني يا فاطمة، إن الله سيخلق له شيعة يبكونه ويندبونه ويعزونه. فخلي يفهم هؤلاء الذين ينتقدون الشعائر الحسينية بأنهم ينتقدون رسول الله، ويقينا عقولهم ليست كعقل رسول الله ولا فهمهم، لأنهم لم يفهموا من الدين شيء. من ينتقد شعائر الحسين ولم يفهم من الدين شيء أبدا. الحمد لله.